افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ووزير التنمية المحلية السيد اللواء عادل لبيب ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز افتتحوا فعاليات برنامج يهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام، وذلك عن طريق برنامج توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات. ومن جانبها أوضحت والي أن البرنامج يستهدف 13,250 شاب على مستوى المحافظات، بحيث سيتم إعداد 3 مرشحين لكل مقعد ليكون العدد المقترح 40,000 شاب وفتاة بصورة تطوعية لخدمة المجتمع. الدستور بيقول ربعهم هيخصص للشباب، يعني في حوالي 13-14 ألف فرصة للشباب. عشان الشاب يقدر يقول أنا بمثل مجتمعي المحلي، يبقى لازم يبقى عنده شوية مهارات. التدريب اللي هنعمله ده تدريب هيفيد الشباب من خلال 800 ورشة عمل، لأنه بيديله مهارات مختلفة، مهارات التواصل، مهارات التعرف على المشاكل، تحليل المشاكل، فهم سبب المشكلة، إزاي يحفز مجموعة من 100 شاب حواليه علشان يعملوا يقترحوا حلول للمشكلة. المبادرة النهاردة بنأهلهم إزاي إن هو هيقوم بعملية التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي. التمكين الاقتصادي معناه ايه؟ معناه ان انا بخلي المجتمع المدني والمؤسسات كلها بما فيها الجمعيات تبع مع الوزير وكله انهم شريك اساسي معانا في التنميه. التنميه طبعا احنا سياده الرئيس اكد ان احنا لابد ان احنا مشاريع غير تقليديه اللي هي تعمل حراك في المجتمع وتبدا ان هي تعمل تنميه مستدامه وتنميه شامله.